هناك مسألة اختلف الكثيرون حولها، وهي وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة، فما الوضع الصحيح؟ نرجو توضيح ذلك. اتفق العلماء على أنه لم يرد ما يوجب على المصلي أن تكون يداه في وضع معين وهو في قيام الصلاة، فليس ذلك ركنا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة. وحجتهم في ذلك حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه كيفية الصلاة لم يتعرض فيها لوضع اليدين، فدل ذلك على عدم وجوبه. ولكن اختلفوا بعد ذلك في الوضع المختار لليدين أثناء القيام في الصلاة، فقيل يسن وضع إحدى اليدين على الأخرى، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروي عن الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه المنذر عن مالك. وقيل يسن إرسال اليدين أي تركهما إلى الجانبين، رواه ابن المنذر عن ابن الزبير، كما نقله النووي عن الليث ابن سعد، ونقله ابن القاسم للإمام مالك، وهو ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه. وقيل يخير المصلي بين وضع يديه وبين إرسالهما دون ترجيح واحد منهما، نقله ابن سيد الناس عن الأوزاعي، وجاء في كلام الشافعي ما يشير إليه. وأصحاب الرأي الأول الذين قالوا بسنية وضع اليدين إحداهما على الأخرى، قالوا إن ذلك يكون بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. وأصحاب هذا القول اختلفوا في أمرين: الأمر الأول في كيفية وضع اليمنى على اليسرى، والأمر الثاني في مكان وضعهما على الصدر. وخلاصة الموضوع أن أرجح الأقوال هو استحباب قبض اليد اليمنى على رسغ اليد اليسرى، ووضعهما على أسفل الصدر فوق السرة، ويجوز إرسالهما عند السكون، وذلك هو قول الشافعية. هذا وليس هناك دليل صحيح على أن اليدين يسن وضعهما أعلى الصدر عند العنق، وإن أخذ بعض الناس من قوله تعالى فصل لربك وانحر ذلك بأن المراد ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر، هذا تفسير لا أصل له يعتمد عليه. يقول ابن كثير: ويروى هذا عن علي ولا يصح، كما ذكره الشوكاني، لأن المعنى الصحيح للآية اجعل يا محمد صلاتك وتقربك بنحر الإبل لله لا للأصنام كما يفعل المشركون. وأنبه إلى أن الأمر واسع كما قال ابن قدامة، ولا يجوز التعصب لرأي من الآراء، والخلاف والتنازع في هذه الهيئة البسيطة مع عدم الاهتمام بالخشوع الذي هو روح الصلاة والأساس الأول في قبولها عند الله، هو ظاهرة مرضية لا صحية، والإسلام قد نهى عن الجدل، وبخاصة في هذه الهيئات البسيطة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، ما المواضع التي يجب فيها رفع اليدين في الصلاة، وهل هذا فرض أم سنة؟ التكبير في الصلاة إما واجب وإما مندوب، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة، أما في غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوي إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أما رفع اليدين فهو سنة في كل الأحوال وليس بواجب، وذلك في أربع حالات:
الأولى عند تكبيرة الإحرام، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه 50 صحابيا منهم 10 المشهود لهم بالجنة، والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه 22 صحابيا. ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال البخاري: ولا يفعل ذلك، أي رفع اليدين، حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وقال مسلم مثل ذلك، أي لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين. وقال البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. وأما الحالة الرابعة فعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخاري وغيره. فالخلاصة أن رفع اليدين عند التكبير سنة وليس فرضا، وذلك في الحالات المذكورة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نرى البعض يختلفون في تحريك إصبعهم عند التشهد في الصلاة، فما الصحيح في هذا الأمر حسب ما ورد من السنة؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود: ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وفي رواية لهم لابن حبان: كان يشير بالسبابة ولا يحركها. الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثي التحريك وعدم التحريك، ومن هنا قال الفقهاء: تكون الإشارة بالسبابة إما عند النطق بلفظ لا إشارة إلى النفي ثم يخفضها، وعليه أبو حنيفة رضي الله عنه، وإما عند لفظ الجلالة الله إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة، وعليه الشافعي رضي الله عنه. ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة. وأما قول وائل: فرأيته يحركها، قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير ولا يحركها. لكن الإمام مالكا أخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول التشهد. وروي في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. لكن نقاد الحديث قالوا إن هذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به الواقدي. والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا للتحريك. وأقول إن تحريك الإصبع أو عدم تحريك الإصبع هيئة من الهيئات، ليست من الأركان ولا من الواجبات، فأية كيفية تؤدى بها هذه الهيئة كافية
والمهم أن نكون مخلصين خاشعين في صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية، فعلى ذلك يدور القبول، والله أعلم. بعد التشهد الأخير هل هناك دعاء مخصوص كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل ذلك من أساسيات الصلاة، أي هو فرض أم سنة؟ وإذا لم يكن الإنسان يحفظ الدعاء المخصوص هل له أن يجتهد بأدعية أخرى؟ الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا، بل هو سنة فقط، لو ترك لا تبطل الصلاة، وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب فيه، منها ما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم لتختر من المسألة ما تشاء، رواه مسلم. وإذا استحب الدعاء بما يشاء الإنسان فالأفضل أن يكون بالمأثور في القرآن والسنة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وما رواه أيضا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قاله الفقهاء. قال الأحناف: لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذهب والفضة. وقال المالكية: له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقال الشافعية: يسن الدعاء بخير الدين والدنيا، ولا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته. وقال الحنابلة: له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب، وتبطل الصلاة بكاف الخطاب، مثل: اللهم أدخلك الجنة يا والدي. أما لو قال: اللهم أدخله الجنة، فلا بأس، وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها، كأن يقول: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما لذيذا ونحو ذلك، فإن فعل بطلت صلاته. ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على المأمومين، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، هل لنا أن نعرف أحسن الأدعية التي وردت لنقولها في الصلاة؟ الصلاة التي نصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود فيها أقوال كقراءة الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء، فهناك علاقة وثيقة بين الدعاء والصلاة، لأنها مناجاة لله مع حركات تشهد بالإخلاص في هذه المناجاة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بما فيها من أقوال وأفعال، بينها بفعله وبقوله، وكتب السنة مملوءة بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل ركن من أركان الصلاة. وفي السجود بالذات حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء،
وقال في سبب ذلك كما رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. لكن هناك دعاء في غير السجود، منه دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وصح منه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفي الركوع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وفي الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت الوتر. وفي الجلوس بين السجدتين كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، كما رواه البيهقي. وفي التشهد الأخير ثبت أنه كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري ومسلم. وهناك أدعية أخرى جمعها كتاب الأذكار للنووي. فالصلاة من أولها إلى آخرها محل للدعاء، وأولى بالدعاء المواطن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وقد ثبت أن صلاة طويلة كان يقرأ القرآن، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. ومع ذلك لو دعا الله في أي مكان فصلاته لا تبطل. غير أني أنبه إلى أن بعض الفقهاء قال إن الصلاة تبطل لو دعا الإنسان بما يشبه كلام الناس، مثل اللهم زوجني فلانة، فالأولى أن يكون بغير ذلك، سواء أكان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير مأثور، مع مراعاة الخشوع في الصلاة كلها، فهو أرجى لقبولها وقبول ما فيها من دعاء، والله أعلم. نرى بعض المصلين يحرك يديه كثيرا في صلاته، فهل يبطلها ذلك؟ وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ المفروض في المصلي أن يحس بأنه واقف بين يدي الله يناجيه بالمدح والثناء ويدعوه بالهداية والمغفرة، ويظهر له عمليا خضوعه وخشوعه وتواضعه للركوع والسجود. ولا يوجد موقف للإنسان يستحق الاهتمام كهذا الموقف، ومن هنا كان عليه أن يكون ساكن الجوارح في غير ما شرع له، لا يعبث بلحيته ولا ينسق من ملبسه مثلا، ولا يفرح مكانه، ولا يعمل إلا ما أذن له فيه، من مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع الرفع منه. وللفقهاء كلام في ضبط الأفعال التي تبطل الصلاة، فاتفقوا على أن من المبطلات العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، وهو ما يخيل إليه أن فاعله ليس في الصلاة، وهذا العمل الكثير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا. وأما ما دون ذلك فلا يبطلها. جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن الشافعية حدوا العمل الكثير بنحو 3 خطوات متواليات يقينا، وما في معنى هذا كوثبة كبيرة، ومعنى تواليها ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى على الراجح. وأن الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة،
فإن اشتبه الناظر وهو قليل على الأصح، وأن المالكية قالوا ما دون العمل الكثير قسمان: قسم متوسط كالانصراف من الصلاة، وهذا يبطل عمده دون سهو، وقسم يسير جدا كالإشارة وحك البشرة، وهذا لا يبطل عمده ولا سهوه. تلك هي المذاهب، وللإنسان أن يختار منها، والله أعلم. رجل يقول: كنت أصلي في بيتي ولم يكن معي أحد وطرق الباب، فهل يجوز لي أن أرفع صوتي بالتكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص الطارق أنني موجود؟ في فقه المذاهب الأربعة قال الحنفية: تبطل الصلاة إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل يريد بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور، أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصدا الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد، وكذلك لو سبح للإعلام بأنه في الصلاة لا تبطل الصلاة. وقال المالكية: لو استأذن شخص في الدخول عليه وهو يصلي فأجابه بالتسبيح أو التهليل أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة. وقال الحنابلة: لا تبطل الصلاة بأي ذكر أو بأي آية من القرآن الكريم كقوله: ادخلوها بسلام آمنين لمن يستأذنه. وقال الشافعية: إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له، يعني قال سبحان الله، لا تبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض، فإن قصد إعلام المستأذن فقط بطلت صلاته. من هذا يعلم أن رفع الصوت لإعلام من يطرق الباب أنه يصلي لا تبطل به الصلاة عند الجمهور، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، بعد أداء الفريضة نجد بعض المصلين يغيرون أماكنهم إذا أرادوا صلاة السنة، فما الحكم في ذلك وهل له شاهد من الدين؟ روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. تحدث العلماء عن هذا الحديث وقال: يكره للرجل أن يتخذ له مكانا خاصا في المسجد لأداء الصلاة فيه بحيث يمنع غيره أن يصلي فيه، قد يكون هذا المكان مفضلا كالروضة الشريفة في المسجد النبوي فلا يصح استئثار جماعة أو واحد به، بل يدع الفرصة لغيره أن ينال شرف الصلاة فيه. والذي يغير مواضع صلاته في المسجد ولا يلتزم مكانا معينا فيخشى أن يقع تحت طائلة هذا الحديث، ولكن المعقول أن تنقل المصلي في عدة أماكن من المسجد يقصد منه كثرة ما يشهد له يوم القيامة بعمر الخير، فإن الثابت أن أشياء كثيرة تكون شاهدة للإنسان أو عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. صح في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن المؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. والرجل الذي يريد أن يصلي في مواضع متعددة من المسجد أو من غيره
يريد أن تكثر الشهود له يوم القيامة بالصلاة، والإنسان في هذا اليوم محتاج إلى كل شاهد يشهد له بالخير ويشفع له. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول المفسرون: أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يوم القيامة. وروى الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. هذا. وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. كما روي أنه قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني في النفل. وفي إسناد هذين الحديثين ما قال: ولكن تغيير مكان الصلاة للنوافل مروع رجاء تعدد مواضع السجود التي تشهد للمصلي، والله أعلم. بعد أداء الصلاة يصافح المصلون بعضهم بعضا عقب الانتهاء من الصلاة، ويقول البعض حرما والبعض الآخر يقول تقبل الله، فهل هذا سنة أم بدعة؟ وإذا كان بدعة هل يوجد البديل الصحيح من السنة؟ مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب، وذلك لتوكيد الألفة والمحبة بين المسلمين، وقد وردت في ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية فعلها الصحابة، كما أخرجه البخاري وغيره، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حبب فيها بمثل قوله: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة الجماعة معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بتأويل أن المصلين جماعة كانوا مع الله في رحلة روحية حطوا الرحال منها بالتسليم الذي برره البعض بأنه تحية لمن على يمين المصلي من الملائكة وغيرهم، لأنه كان منصرفا عنهم أثناء الصلاة، ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم، ويدعو بعضهم لبعض أن يكون اللقاء في الصلاة في الحرم الشريف الذي تشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب الصلاة وغيرها من الطاعات. ويختصرون هذا الدعاء بقولهم حرما، كما يدعون لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم في حج أو عمرة. وتضاربت الأقوال في هذا العمل الذي لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم من أخذ عنهم التشريع، فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم، وهو كل بدعة ضلالة، وقال بعضهم إنه بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة، حيث لم يرد نهي عنها. وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأى الناس حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها. جاء في كتاب غذاء الألباب السفاريني أن ابن تيمية سئل عن المصافحة بعد العصر والفجر
هل هي سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب بقوله: أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستحبها أحد من العلماء. انتهى. قال السفارين: ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمام النووي أنها سنة. قال الحافظ ابن حجر في صحيح البخاري: قال النووي: وأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة، أو لا يخرج ذلك عن أصل السنة. قال الحافظ: وللنظر فيه مجال، وبعضهم أطلق تحريمها. والوجه المختار أنها غير محرمة، وقد تدخل تحت ند المصافحة عند اللقاء الذي يكفر الله به السيئات. وأرجو ألا يحتد النزاع في مثل هذه الأمور التي تفيد ولا تضر. وحديث مسلم صريح في أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله أعلم. رجل يقول: دخلت المسجد فرأيت الإمام يقرأ في الركعة الأولى وأردت أن أدركها فرفعت صوتي وقلت: إن الله مع الصابرين، فأطال الإمام قراءته حتى أدركته، فما حكم الدين في صلاتي وفي صلاة الإمام؟ لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم إن الله مع الصابرين. ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم وغيره. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، رأينا في بعض المساجد بعد انقضاء الصلاة تقرأ آية الكرسي بصوت عال، ثم يبدأ المصلون في ختم الصلاة بصوت عال أيضا، فهل الأفضل ختم الصلاة سرا أو جهرا؟ وردت نصوص في فضل الإصرار بالذكر والدعاء عامة، كما وردت نصوص في فضل الجهر بالذكر عامة. وقد جمع النووي بين نصوص الجهر ونصوص الإصرار فقال: إن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويفرض النوم ويزيد النشاط. وما سبق هو في الذكر والدعاء عامة. أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص في الجهر، منها قول ابن عباس كما رواه البخاري ومسلم: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية لمسلم: كنا. وفي رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته. ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة من يكونون في الصفوف الخلفية، لا يسمعون عبارة السلام عليكم التي ينتهي بها الرسول من الصلاة
فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع في ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك، أي أن صوته كان مرتفعا فسمعوه. وورد في الإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم في قبة لهم، فكشف الستور وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة. وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالذكر أقلوات، فمنهم من قال لا بأس به بناء على ما رواه ابن عباس، ومنهم من قال بكراهته بناء على ما رواه أبو سعيد الخدري. والذي أختاره بعد عرض هذا الكلام المبني على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة هو الإسرار بالذكر، لأنه أعون على الإخلاص، وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين، وذلك في الأوساط الإسلامية العارفة بختام الصلاة. أما في المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل بالتحريم، وذلك بصفة مؤقتة، ثم يكون الإصرار بعد ذلك هو الأفضل. وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه، ولكن المراد ألا يشوش به على غيره، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية الصقر، هل يفضل ختم الصلاة بعد أداء الصلاة مباشرة أم بعد ركعتي السنة؟ ختم الصلاة جاءت فيه أحاديث بعبارة دبر الصلاة أو خلف الصلاة، وجمهور العلماء على أن ختم الصلاة بالذكر الوارد فيه هذه العبارة يكون عقب الانصراف من الصلاة المكتوبة بالتسليم مباشرة لدلالة العبارة عليه، ويقويها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت الصفوف الأخيرة في صلاة الجماعة تعرف انتهاء النبي منها بالتكبير، أي بالذكر بعد الصلاة. ورأى بعض العلماء أن الخط يكون له فضله إذا كان بعد الانتهاء من السنة الراتبة التابعة للفريضة. جاء في فتح الباري في باب الذكر بعد الصلاة قوله: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا، أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر. ثم قال: هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلا بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل نظر. وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يكره تنزيها أن يفصل بين الصلاة والسنة إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما بقية المذاهب فتفضل أن يكون الذكر عقب الصلاة المفروضة وقبل الإتيان بالسنة، والله أعلم. وهل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسبحة أم أن السنة هو التسبيح على الأيدي؟ وما الحكم في من سبح على المسبحة؟ جاء الإسلام فأمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات، وإذا كان الأمر بالذكر قد ورد مطلقا بدون حصر في عدد معين أو حالة خاصة فليس في الإسلام وسيلة معينة أمرنا بالتزامها
حتى لا يجوز غيرها، والأمر متروك لعرف الناس وعاداتهم في أمورهم وحصرها، والإسلام لا يمنع من ذلك إلا ما تعارض مع ما جاء به. والمأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده كما رواه أبو داود والترمذي، وأرشد الرسول أصحابه إلى الاستعانة بالأنامل عند ذلك. فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم عن بسرة وكانت من المهاجرات أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتسبيح ولا تغفن فتنسين التوحيد وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنفقات. غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد بغيرها. صحيح أن العد بالأصابع فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو نفسه لم يمنع العد بغيرها، بل أقره وإقراره الأدلة المشروعية. أخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواه أسبح بهن، فقال ما هذا يا بنت حيي؟ قلت أسبح بهن. قال قد سبحت منذ قمت أكثر من هذا. قلت علمني يا رسول الله. قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. والحديث صحيح. وإلى جانب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وعدم الإنكار عليه، اتخذ عدد من الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغير ذلك وسيلة لضبط العدد في التسبيح، ولم يثبت إنكار عليهم. ففي مسند أحمد في باب الزهد أن أبا صفية وهو رجل من الصحابة كان يسبح بالحصى، وروى أبو داود أن أبا هريرة كان له كيس في حصى أو نوى يجلس على السرير فيسبح. وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة في كيس، فإذا صلى الغداء أي الصبح أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن. وأخرج ابن أبي شيبة أن سعد ابن أبي وقاص كان يسبح بالحصى أو النوى، وأن أبا سعيد الخدري كان يسبح أيضا بالحصى. وبناء على هذه الأخبار لم تكن المسبحة المعهودة لنا معروفة عند المسلمين حتى أوائل القرن الثاني الهجري، ولما شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة، ولم يستحسنها علماؤهم، وبقي استعمالها بين المسلمين بين راض عنها وكاره لها حتى كان القرن الخامس، ولم يصح في مدحها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالمسبحة، ولا يعدون ذلك مكروها. وقد سئل بعضهم وهو يعد التسبيح أتعد على الله؟ فقال لا، ولكن أعد له. وبناء على ما سبق ذكره يكون تسبيح غير عقد الأصابع مشروعا، لكن أيهما أفضل؟ جاء في كتاب للسيوطي قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من المسبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبحة إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أفضل،
وإلا فالمسبحة أولى، والسنة أن يكون باليمين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في رواية لأبي داود وغيره. وأقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإن حبات المسبحة لا تحركها في يد الإنسان إلا الأنامل، وهي ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها. ولا يجوز التوسع في إطلاق اسم البدعة على كل ما لم يكن معروفا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يجر الخلاف في المسبحة إلى جدل عقيم قد يضر. والأهم من ذلك هو الإخلاص في الذكر، ولا تضر بعد ذلك وسيلته، والله ينظر إلى القلوب كما صح في الحديث، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان يحمل أمامة بنت العاص ابن الربيع بنت السيدة زينب رضي الله عنها، فإذا صح هذا فهل يصح أن يصلي المسلم وهو يحمل طفلا والطفل لا يعي أمر الطهارة والنجاسة؟ وإذا ركب الطفل على المصلي وملابسه نجسة فهل تصح صلاة هذا المصلي؟ قال العلماء يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فلو حمل المصلي شيئا نجسا أو أمسك بشيء نجس وكان يتحرك بحركته بطل صلاته. والحديث موضوع السؤال صحيح، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. يقول النووي فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيره، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة، وفيه رحمتهم وملاطفتهم. ثم يقول هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان للجواز، وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرت. وهذا ما يرد على الإمام أبي سليمان الخطابي
أن هذا الفعل يشبه أن يكون حصل بغير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال: ولا يتوهم أنه حملها مرة بعد أخرى عمدا، لأنه عمل كثير ويشغل القلب. هذا كلام الخطابي وهو باطل ودعوى مجردة. ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها، وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها. ثم انتهى النووي إلى قوله: إن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. هذا. ويلاحظ في كلام النووي أن المفروض في ثياب الطفل وبدنه الطهارة حتى تتحقق النجاسة، ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لا يجوز حملها، وهو المعقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة، مع مراعاة أن هذا الرأي ينبغي ألا يستغل استغلالا سيئا بكثرة حمل الصبيان في الصلاة، لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع، فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة، أي في حدود ضيقة، مع التأكد أن جسم الصبي وثوبه طاهران. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، أعرف رجلا يقوم بخدمات جليلة وخيرية ويمتاز بحسن الخلق، ولكنه لا يصلي، هل نتعامل معه أو نبتعد عنه وعن خدماته؟ وأعرف أيضا رجلا يصلي ويحافظ على الصلاة ورزقه الله مالا كثيرا، ولكنه بخيل وسيء الخلق، هل نتجنبه لسوء خلقه أم ماذا نفعل؟ الرجلين مخطئ، وتارك الصلاة معروف حكمه، إن تركها جحدا وإنكارا أو استهزاء فهو كافر، وأعماله الطيبة لا تنفعه في الآخرة، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كانت خيراته عادت عليه بالخير فهو في الدنيا فقط، وإن تركها كسلا وتهاونا فقد حكم بعض العلماء بكفره، وحكم بعضهم بفسقه، وإن مات على ذلك ولم يتب فأمره مفوض إلى ربه، وإن عذبه في النار فمصيره في النهاية الجنة. وذلك كله بناء على حديث مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والذي يصلي ولا يستقيم سلوكه مؤمن عاص، أضاع ثواب صلاته وردها الله عليه، لأنها لم تثمر طيبا في أخلاقه. والله سبحانه يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة كبقية العبادات ليست علاقة خاصة بين العبد وربه، بل لا بد أن ينعكس أثرها على السلوك الشخصي والاجتماعي. وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة فيقصر في أدائها، أو من يسهو عن معناها وحكمة مشروعيتها فلا يكون لها أثر في حياته مع الناس. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى، فقد صح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه. ومن هنا نعلم أهمية الصلاة، فهي أهم أركان الإسلام
وأفضلها الحديث يقول: لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد. وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها والمستغني عنها بعمل البر مغرورا مخدوعا، وكذلك الذي يؤدي الصلاة شكليا دون إحساس بروحها غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا لهدفها، هو مغرور بظاهره يخدع الناس برؤيتهم له محافظا على الصلاة حتى يثقوا فيه. وبعد، فإن العبادات فرضت لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن لها عند الله وزن. وفي تقديري أن من يصلي على الرغم من سوء معاملته أقل خطرا ممن لا يصلي على الرغم من حسن معاملته، فالأول مع الله ولو بسبب ما، فعسى أن يتوب الله عليه، والثاني منقطع عن الله فهل يصل نفسه به؟ والله أعلم. وهذا زوج يسأل ويقول: زوجتي مسلمة ولكنها لا تصلي ولا تلتزم بالزي الشرعي، وكلما نصحتها بالصلاة ولبس الملابس الشرعية ترفض، فهل أطلقها؟ ثبت في الحديث أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فعلى الزوج أن ينصح زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، ذلك لأنها مقصرة في حقوق الله سبحانه، ويهددها بما يستطيع من التهديد إن ظن أن في ذلك فائدة كالهجر وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية. يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء: له حملها على الصلاة قهرا. ورأى صاحب الفروع أن الزوج لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى، فذلك من اختصاص الحاكم. وجاء في معجم المغني لابن قدامة الحنبلي أن للزوج ضرب امرأته على ترك الفرائض، وإن لم تصلي احتمل ألا يحل له الإقامة معها. ومن هذا نعرف أن الرأي الغالب أنه يعظها باللسان، فإن لم يفلح أنكر عليها تهاونها في الواجب لله وعاملها معاملة تدل على كرهه وبغضه لها، ولا يتحتم عليه أن يطلقها من أجل ترك الصلاة، لأن المسلمة المقصرة ليست أقل شأنا من الكتابية التي يباح للمسلم أن يتزوجها. وتركها للحجاب كذلك لا يحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزي الشرعي سيؤدي إلى الفاحشة وهي مصرة على ذلك، فمن الخير أن يفارقها. والله أعلم. مات أحد الجنود في معركة إسلامية ولكنه لم يكن يصلي، فهل يغفر الله له؟ وهل يعد من الشهداء؟ تارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها، فإن قال تركتها لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه مسلم. وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا، حكمه حكم المرتد.
يقتل بالردة إذا لم يتب، وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل، وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد الاستتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها إك وأمر بها، فإن قال أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس، وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين وبعد 3 أيام في القول الثاني، ويقتل بسيف صبرا. وإذ قد عرفنا حكم ترك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق، فإن الشهيد لو تركها جحدا كان كافرا ولا تفيده الشهادة شيئا، فالجنة ونعيمها للمؤمنين خاصة، وإن تركها كسلا كان فاسقا آثما، يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا لم يشأ الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة، وبخاصة إذا علمنا أنها دين له أي حق له، والحقوق لا تسقط فلا بد من قضائها كما قال ذي. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فهل هو عام في كل دين لله وللعباد أو خاص بدين العباد لا يغفر إلا برده إليهم؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى، فنرجو أن يغفر الله للشهيد ترك الصلاة لأنها ليست دينا وحقا للآدميين.